الدوله اليوم الى اي مدى فمشكون اليوم يعول على انه اتضاح الرؤيه من خلال الاجراءات اللي اعلن عليها رئيس الجمهوريه نهار 13 ديسمبر من شانه انه يفك العزله الاقتصاديه شويه على تونس ربما، وبعض الاطراف تنجم اليوم تقول لك اوت يا نعرف وين ماشيه البلاد. وفما قراءه اخرى مقاربه اخرى تقول لك راو حتى اذا ما مثلا الولايات المتحده ولا الاتحاد الاوروبي بعض الدول ثمنت خارطه نتاع الطريق والاجراءات نتاع 13 ديسمبر راه مش معناها سيبش نرجع نتعامل معاك وباش نعاونك، لا يقول لك برا اعمل انتخابات وبعد انا تو نشوف. لا لا هو انا نعتقد اللي بالنسبه لمفاوضات صندوق النقد الدولي لا يوجد شرط سياسي بالمعنى نتاع ما خاطر صندوق النقد الدولي مش فقط ما هي جمعيه خيريه، ما نرجع منطق موازين القوى مره اخرى، ماهيش ممثله مؤسسه دوليه نقطه للسطر، هي تمثل توازنات دوليه، تعاملت بعد الحرب العالميه الثانيه من اطراف امريكا الشماليه واوروبيه غربيه، خاصه امريكا الولايات المتحده هي اللي كان عندها دور اساسي، ومع دول اوروبيه حتى مجلس اداره موازين القوى واضح تمشي في اتجاه التحالف الاطلسي يعني الامريكي الاوروبي، وعموما اللي يتفقوا عليه هما يتعدى عموما، وذاك علاش الصين عامله توا كل مسائله الاستراتيجيه للموضوع هذا، وهي وروسيا يدعيوا لانشاء مؤسسات ماليه بديله، لكن مش قادرين لحد الان على القيام بالشيء هذا، لكن ممكن يكون بسبب ايضا موازين القوى اللي قاعده تتغير انهم يستطيعوا يعملوا حاجه كيما كي، طبعا في اطار مصالحهم هما مش في اطار معناتها توزيع الاموال بلاش. الحاجه اللي في علاقه بصندوق النقد الدولي هو البيانات اللي خرجت نتاع الخارجيه الامريكيه ثم البيان نتاع الاتحاد الاوروبي كانوا تقريبا عندهم نفس لي زيليمون دو لونغاج اللي فيهم زوز نقاط، فيهم ترحيب بخريطه الطريق بمعنى فينالمون الحاجه اللي طالبينها منك عنا توا اشهر عملتها هنا اللي هي التسقيف الزمني اللي هي الريفرندوم يعني الاستفتاء 25 جويليا ثم الانتخابات 17 ديسمبر، لكن النقاش وين الملاحظه؟ كيفاش باش تمشي لغاديك؟ تشريع يعني لهنا نحن نطلبوا انه يعني الاطراف هذه قالت انه باش تمشي لغاديك خاصه موضوع الاستفتاء. خنكونوا صريحين واضحين، راهو الاطراف الغربيه الامريكيه الاوروبيه في تقديري رافضه تماما مثل ما هو اتحاد الشغل مثلا للنظام القاعدي الذي ينادي به على الاقل انصار الرئيس او الرئيس قبل الانتخابات، الى حد الان هو حذر في دعم يعني النظريه نتاعو اللي دفعت يعني في التقييمات الفرديه مثلا المجالس المحليه التي هي تصاعد يعني كذا السلطه التنفيذيه الرئيس والسلطه التشريعيه مجالس محليه تصاعد مجالس جهويه ومجلس تشريعي مركزي. يبدو هما ضد، يبدو هما كيما المساله الجمله اللي ديما يعاودوها مع انتخاب برلمان يكون عنده دور ذي دور مهم، وهذا ينجم يكون اما نظام شبه برلماني او نظام رئاسي في الحالتي. دونك الانظمه بتاع الديمقراطيه الليبراليه لهنا خنحل قوس صغير تو في العالم فما راهو في العلاقات الدوليه فما حركه عالميه رجعت تشبه للحرب البارده عندها طابع ايديولوجي. شفت العركه اللي بدات وقت اللي طلع بوتين رجعت بين روسيا والولايات المتحده اللي هي قائمه اساسا على الجانب القوه مساله الباور، انا موجود غاديك انا قداش ننتج اسلحه انا وين موجود، ما كانش عندها طابع ايديولوجي واضح، ولو انه بوتين كان ديما يحكي على نظريه الديمقراطيه السياديه كبديل للديمقراطيه الليبراليه. توا مع طلوع الصين والتقارب الواضح الاستراتيجي بين وزاره الدفاع الروسيه والصينيه في الازمه الاخيره نتاع اوكرانيا ونتاع بحر الصين الجنوبيه يتحدثوا على الجبل الثابت الراسخ مع التحالف الصيني الروسي. ولا فما حديث عليه في نفس البيان هذاك بتاع زوز وزارات الدفاع راه مش الديمقراطيه الليبراليه هي البديل بتاع النظام السياسي، راه عندنا راه فما اجوبه اخرى. النقاش هذايا حول هل الديمقراطيه الليبراليه هي المستقبل كيف ما قال فوكوياما بدايه التسعينات ونهايه التاريخ ولو انه راجع مواقفه في علاقه بالموضوع هذا، او النموذج الاخر مش كانت الديمقراطيه الليبراليه هي افق التاريخ. هذايا النقاش قاعد يرجع بقوه. وحتى المؤتمر الاخراني اللي عملته الولايات المتحده وعملوا بايدن وعد به قبل الانتخابات ونفذوا في الاخر حاولوا اسئله لانه صحيح ما استدعاش تونس لكن استدعى زاد الدول حولها اسئله في خصوص الديمقراطيه كيف الكونغو الديمقراطيه وغيرها. هذايا جاء في اطار الصراع هذايا. الاداره هذه الديمقراطيه هي اداره بالمعنى السياسي الليبراليه، تدافع على مساله الديمقراطيه الليبراليه، معروف وزير الخارجيه الحالي بلينكن يعني منظر في مساله الديمقراطيه الليبراليه، دونك هالعركه هذه راجعه.
ديمقراطية التمثيلية الليبرالية أم أشكال أخرى ديمقراطية سيادية ولكن دونك هذية في وجه هالشيء هذية الأطراف الغربية تقول لك لا شد لي في الديمقراطية الليبرالية بتاعي معروفة أنظمة سياسية كذا 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 معروفين الرئاسي بأنواعه والبرلماني بأنواعه هنا عندهم مشكل في هذا في أنك تمشي تعمل نظام هذاك ثم كيف تذهب إليه يعني أنك مثلا حكاية اللجنة هو أعلن على مسألة لجنة في أعلن على خارج التاريخ لكن الناس كل مش عارف شكون فيها اللجنة يعني شكون الأطراف شكون ممثلة هل مش تمثل مختلف المدارس في الـ في الـ في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ولا لا ولا مش تجيب كان الناس اللي تشترك معاه كذا ولحد الآن مانيش قاعد نراه في أساتذة قانون معروفين يشتركوا معاه في النظرية نتاعو هو تاع النظام القاعدي على الأقل إلى حد الآن دونك هذه لهنا هما الأسئلة نتاعهم باش نرجع توا الموضوع نتاع الاقتصادي خاطر مهم شوف قيس سعيد انا نعتبر اللي فما فرصه معاه لارجاع الدباء حول المسائل الهيكليه الكبرى نحن في تونس ما عندناش نقاش اقتصادي جدي ومعمق عندنا نقاش عنده بعد تقني في الاقتصاد السياسي فما مدارس فماش راهو كان حتى المدرسه الليبراليه الاقتصاديه فيها مدارس فما مدرسه جديده داير اكثر بيست سيلينج توا كتاب الاكثر مبيعا في امريكا هو يعبر على مدرسه جديده الام ام تي هذه المودرن مونيتري ثيوري اللي هي اصلا تسائل مساله التضخم انك تطبع الفلوس تؤدي للتضخم انت نقاش توا حول الموضوع هذا وداير عن صديق تونسي درس في جامعه تينيسون في الولايات المتحده كان في الحمله الانتخابيه نتاع بيرني ساندرز خاطر بيرني ساندرز دافع على التوجه هذا وعمل واستدعيناه لمركز بحث المدة الأخرى في محاضرة أونلاين دافع قال تونسي راهو أخطاكم من النظرية الأرثوذكسية نتاع ما تطبعش الفلوس ويناقش إلا إذا كان باش تمشي في التوجه هذا اللي هو غير أرثوذكسي عليه نقاش ونسمعه لكن بخلاف هذاك بخلاف النقطة هذه معروفة منين باش تجيب الفلوس لكن لهنا جوستومون كيفاش باش نعملوا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي هل باش نجيو من اللوطة هل باش نحاولوا نحصنوا الجبهه الداخليه ونمشيوا بتوجه نتاع اصلاحات فيه صراحه وعلانيه ونغزروا للتوانسه نقولوا يا توانسه جوستومون الحاجه اللي قلتها قبيله ونعاودها وقلتها سابقا الرئيس صارح التوانسه اولا شنو هو القاء؟ التركه هي في حد ذاتها هذيا يلزمها مصارحه ميزانيه 2019 تحكي عليها جوستومون ملف كبير هذاك ملف كبير كيفاش تخدمت لكريتور بيدجيتير نتاع 2019 تحضير الانتخابات 2019 هذاك ملف كبير اللي تسيس فعلا خلينا نقول كل الوزارات اللي انا نتصور كل الوزارات في تونس في حاجه ان تعمل فيها اوديت خلينا نفهموا نحن هذا اوديت على الهبات ولا قرض مثال اش تعمل هذا يلزمه هذا يلزمه صراحة المشكل شنو نلقاو نحن نلقاو اللي الرئيس ينزل الى معارك ليست في مستوى رئيس جمهورية يعني أنا نجاوب على زيد وعلى عمر وكل مرة أنا نعمل معناتها قاعدة باش في الأخر نجاوب على فلان ليه أنت معني بالسياسات العامة والاستراتيجيات الكبرى هي نطرحوا مسألة الشركات الأهلية وكيفية تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي هو أونتر بارونتيز ماهوش التعاضديات بتاع الستينات كيف ما يقولوا بعض الناس ليه تعاونيات موجودة في أمريكا أنا كنت نشري من تعاونيات في شركات تعاونيات في أمريكا موجودة في اسكندنافيا في بريطانيا أصلا هي بدأت من بريطانيا في وسط القرن